السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة المرحلة الثالثة، إن شاء الله تكونون بألف خير وصحة وعافية. محاضرتنا لهذا اليوم هو تكملة للمحاضرتين السابقتين حول السيرجيكال اكستراكشن، لكن اليوم المحاضرة شوية قد تكون بها جانب العملي أكثر. So some techniques for surgical extraction. First of all, هاي دائما نكررها هاي بالمحاضرات السابقة. We have two types of extraction of exodontia or extraction technique. التكنيك الأول اللي هو the closed method or يسمى the intra-alveolar extraction أو أحيانا يسموه the forceps extraction اللي هو الأصل مالته نسوي expansion of the dental socket either using mainly the forceps or elevator. النوع الثاني هو the extra-alveolar extraction or يسمى trans-alveolar extraction or open method extraction or surgical extraction اللي هو نضطر ما يعتمد على مبدأ expansion of the dental socket وإنما نفتح flap نسوي detachment للأتاج جنجفة و removal of bone إلى أن نصل إلى التارجت مالتنا السن ونرفعه اللي هو موضوع محاضرتنا هاليوم والمحاضرة السابقة. اليوم حيكون نتطرق على الجوانب العملية، بعض التريكس، بعض الحالات اللي تجينا بالعيادة شلون نتعامل معها. طبعا لابد ما دام قلنا surgical extraction اذا we have to do flap، والفلاب ان شاء الله حتتطرقون هذا الموضوع حتاخذوه بتفصيل اكثر بالمرحلة الرابعة، انواع الفلابز والindications مالتها. لكن لا بأس احنا ناخذ فد تعريف سريع جدا عن أنواع الفلاب. الفلاب إما تكون envelope flap or three-sided flap or three-cornered flap or four-cornered flap أو semi-lunar flap. الغاية إنه أني أفتح اللثة أسوي detachment إلها وأصل للبون وأصل للهدف مالتي اللي هو either tooth impact tooth أو tooth أريد عند وياي بالقلع أو retained root. الغاية الرئيسية اعتمد أي أسلوب of removal of gingiva to reach the target. أول example of surgical extraction هو عندنا surgical extraction of teeth with intact crown. تقلع سن وعند وياك هذا السن مدى يقبل يطلع، وهذا السن مثلا كما في المثال الأول اللي هو multi rooted tooth لتشتغل على upper 4 ال B2 roots، لتشتغل على ال upper 6 3 roots أو upper 7 وعند وياك هذا السن ما يقبل ينقلع إلا تحوله إلى surgical extraction. شنو الخطوات اللي لازم تتبعها؟ أول شيء when the extraction involves multi-rooted maxillary tooth the first of all you have to create a flap. أي نوع من هاي الأنواع اللي قلناها قبل ثواني واللي حتاخذوها بتفصيل أكثر بالسنة القادمة. اثنين the buccal plate. What's the meaning of the buccal plate? Buccal plate means the buccal cortical plate of the tooth. The buccal bony cortical plate of the tooth is removed. هاي شلون تشيلها؟ لابد انه تشيلها بواسطة بير. ان شاء الله حاول ابعث لكم صور السيرجيكال بيرز. السيرجيكال بيرز تشبه اذا اشتغلتوا بالبروستاتيك البيرات مال البروستاتيك بيرز، لكن تكون مور سترونج وهي قابلة للتعقيم أيضا حتى تكسر العظم وتحفر بالعظم ونوصل إلى الهدف مالتنا. طبعا قد تكون راوند بير، قد تكون فيشر بير، depending on what you prefer in doing this procedure. So the buccal plate is removed using a round bear as far as the root bifurcation. الهدف شنو؟ انه اني
احفر بالعظم واوصل لوين لازم اوصل الى root bifurcation or root trifurcation area. الهدف مالتي لازم اوصل الى bifurcation area. And then the tubercle roots are sectioned, نقسمهم. After a groove is created, a groove created between شنو؟ Between the roots at the bifurcation area using a fissure bear. And the crown together with the palatal root is removed. نرفع الكراون مع الباليتال روت, أما البوكال روت will be removed later on. The two other roots are then removed separately, preferably using straight elevator or root tips forceps. فإذا الهدف الأول you have to remove the buccal cortical plate. رموف شكد رموف بكيفي لو أكون فد هدف داد أوصله. الهدف إنه لازم أوصل إلى البايفوركيشن أريا. وصلت إلى البايفوركيشن أريا, سويت غروف للبايفوركيشن أريا بحيث سويت سيباريشن للتو روتس. أرفع الكراون مع الباليتال روت واحد, بعدين ذيس بكل تو روتس آر رموف سيباريتلي. Extraction of an intact tooth with hypercementosis of the root tip. هاي تصير وايا الحالات بالعيادة. إنه يصير عندنا زيادة في مادة السمنتم بالروت أبيكس, وهذا بالنتيجة شي يسوينا يسوينا يعني أشبه بالأنكيلوسيس or أشبه بالسترونج أتاتشمنت between the root tip and the surrounding bone. So بهالحالة حظل انت تكسر بالسين وما يطلع. فأحسن شيء من تاخذ الأشعة وتشخص هاي الحالة انه there is hypercementosis تحوله الى surgical extraction. So it must be performed using surgical technique. Otherwise fracture of the root tip, root tip is inevitable. The procedure used for such cases is making a flap. لازم تفتح اللثة, detachment of the gingiva, and the buccal bone surface or cortical plate is removed, and till you reach to the hypercementosis area. Multi-rooted tooth with hypercementosis at the root tip. يعني اللي كانت في فقرة بي من يكون single rooted. الآن ده نتكلم إذا كان multi-rooted وهذا حيكون موضوع عقد بعد. أيضا the flap is created. نفتح اللثة detachment of the gingiva. The buccal bone is removed. When removed just below the bifurcation area. The roots are separated. After a vertical groove, شوف هنا. After a vertical groove is created on the crown using a fissure bear. تشوفون هاي الصورة. أنت مثلا خذت X-ray اكتشفت إنه there is hypercementosis area بالdistal root. تحفر العظم إلى أن توصل إلى bifurcation area. بعدين نفس الكراون تقصه نصين. نص ميجيال ونص ديستال. هاي القصة مالتك مال الكراون لازم تصل إلى البايفوركيشن أريا بحيث تحس صار قطعتين السن 100%. حتحس إنه صار two fragments of the tooth, ديستال فراغمنت and ميجيال فراغمنت. وحتى أحيانا تضطر توصل إلى أو مو تضطر وإنما لابد أن تصل إلى الانتر راديكولار بون. أكو بون هنا يفصل between the two roots. فأنت شون تعرف إنه البير بدأ يخرط بالبون that is separated between the medial and distal root for مثالنا اللي هو lower six. Then the non-affected part is removed first. الجزء اللي تشوفه less curious ترفعه using of forceps or elevator, straight elevator, anyhow. And the interradicular bone is removed. شكو بون هنا بهالمنطقة هاي تحاول ترفعها.
ليش؟ حتى تقلل الريزيستنس اللي ممكن تصير بالريمينينج روت يوزنج اراوند بير تشيزل اي شيء. المهم اي طريقه انت معتاد عليها او تحس نفسك فاميليار وذ ات تو ريموف ذا ريمينينج بون اند ذا سوكت از وايدند along the length of the root. يدخل البير ويظل يخرط هنا بالعظم يشيله الى ان يحس انه بقاله جزء بسيط من الروت. The affected part which includes the bulbus of the root tip اللي هو بها thickening of the cementum is easily removed using a forceps or a straight elevator or even elevator with a T-shaped handle. Will be removed وراها تسوي curation للسوكت مالتك تنظفها إذا تخيط الفلاب. الموضوع الآخر هسا احنا اللي تكلمنا عنهم بالفقرات المضت انه من عندك hypersementose root tip او whether it is a single rooted tooth or multi rooted tooth او عندك سن صار بي عند وياك بالقلع واضطريت تحوله الى surgical extraction of a multi rooted tooth مثلا الـ upper 6 الـ upper 7 شلون تتعامل معه. النوع الثاني من الـ surgical extraction هو extraction of deciduous molar that embraces the crown of the permanent tooth. So we have extraction of deciduous molars that embraces the crown of the permanent tooth. اللي تكلمنا عنه it's considered as one of the indication of doing surgical extraction. ومثل ما تشوفون بالصورة هنا how the root of the deciduous tooth embraces the crown of the permanent tooth. الحقيقة أني بعثت لكم سؤال إنه قلت لكم ليش احنا لازم نسوي surgical extraction؟ ايش راح يصير واذا احنا اشتغلنا بالتوت by ordinary or close technique extraction ورفعنا شنو يعني؟ الاجابات كان معظمها ممتازة لكن اكو فد شغلة يعني من ذكرت. الحقيقة احنا الـ permanent tooth تعرفون انه once it is erupted الروت مالته يكون incomplete. ثلثين الروت يكون تقريبا صاير والثلث الاخير apical third or open root apex. فاحنا يعني هنا بهاي الاريا of the apex of the root اكو نيرف وبلود vessels. فاذا احنا نحاول نقلعها بالطريقه التقليديه بالكلوز تكنيك ميثود ايش راح يصير؟ حيصير حركه او موفمنت بالتوث بالبيرمننت توث وبالتالي هنا حتصير عندنا خربطه في منطقه الابيكال ثيرد. بمعنى اخر حيصير تداخل او ديس ارينجمنت اوف بلاد فيزلز اون ذا نيرف ات ذا ابيكال ثيرد. وبالتالي بما انه الروت اوبكس از اوبند من الممكن وي ويل اند وذ انكروتيك توث. يعني تضطر انت هذا السن ما حيصير بي completion of the root apex يصير necrotic tooth. ومثل ما ذكروا معظمكم وكانت الاجابات ممتازة we might end with an impacted root impacted tooth نتيجة هاي الخربطة او disarrangement اللي صارت بالroot apex. لذلك نضطر احيانا نسوي surgical extraction in order to remove the deciduous tooth without damaging the permanent successor tooth. So the roots of the deciduous molar embracing the crown of the succedaneous premolar, first of all, flap is created and the buccal bone is removed. Of course, هاي قاعدة هاي.
as far as the وين الهدف نريد نوصل إلى root bifurcation using around bear اللي هو هنا واضحة بهاي الصورة الهدف إنه نوصل إلى the bifurcation area of the deciduous smaller. The roots are separated with a vertical deep groove of the crown using a fisher bear اللي هي هاي الصورة الثالثة موضحتها. الهدف انه افصخ او افصل التو روتس الميجر والديستال روتس عن بعض وين اوصل هذا الفصل الى البايفوركيشن اريا. The distal part of the tooth is first removed by the forceps, then the medial part is removed. The flap is repositioned, نرجع مرة ثانية, sutured using a type of sutures, whether continuous, interrupted suture, anyhow. المهم ترجع الفلاب مالتك مرة ثانية. الحالة الثالثة الممكن تصير وهاي تصير عندنا هواية بالعيادة هي extraction of enclosed tooth. In the case of ankylosis of the tooth, and especially if the dental dysplasia is present, dense and denty, يعني تاخذ X-ray تشوف في thickening بالدنتين area around the apex و around the remaining part of the root. The simple technique is to extract the tooth must not be attempted. هنا من تحس اكو thickening لا تسوي بطولات وطرزانيات انه لا خلي اقلع الكيا لا الافضل تحوله الى surgical extraction because هذا السن ما حيتحرك يتكسر بيدك وبدل ما القلع يطول ثلث ساعة يطول بيدك ساعتين مثل الولد because there is a risk of fracturing of large part of the buccal alveolar bone يتكسر البون وتحس الروت يطلع وياه فت قطعتين ثلاثة من البون وياه مطلعه. شنو مواصفات الانكلوز توث؟ أخذناها بالمحاضرة السابقة يكون انفرا انكلوجين من الدقة تحس عبايك معدناية مثل المعدن. There is no physiological movement of the tooth. The technique شنو نسوي بالحالة؟ A flap is created of course نفتح فلاب مثل ما هنا واضح بهاي الصورة. The buccal bone is removed around the tooth using a fisher bear. هذا البوكال بون نبدي نقص به بحيث نحاول يعني نحس نفسنا نوصل للروت of the ankylosed tooth. Then using a chisel مثل ما هاي الصورة هنا هذا chisel. The tooth is then carefully removed together with the ankylosed portion of the buccal alveolar bone. هي شنو؟ الروت لاطش لازق مع البون ما يتحرك. And the socket is cured and sutured. نرجع نخيط الفلاب مرة ثانية. إذا الفكرة أنت تحط في بالك أنه هذا الانكيلوس توث أنت من حنط طلعة حيطلع وياه جزء من العظم. هاي خسائر نقدر نسميها خسائر غير منظورة. من حتطلع هذا الروت أو هذا السن أنت مطير وياه جزء من العظم. So we will create a flap, نجيب فيشر بير ونقص العظم على قد الروت اللي دريد نطلعه. بعدين نبتشه يعني نحرك dislodgement of this part of the bone together with the attached root with it. ومثل ما نشوف بهاي الصورة شلون طلع هذا السن ويا this part of bone لازق ويا ما تقدر تتخلص من عنده. السوكت then is sutured, cured, تتغسل irrigation وتطيله antibiotic coverage for the patient and dismiss your patient. أحياناً تقلع سن وما تشوف إلا طق انكسر الكراون بيدك طلع الكراون روتات ظلت جوا
تظل تبحبش بالسوكيت هذا، تريد تقلعها من هالسوالف هاي، عندت فصار عندك retained root بالسوكيت. So you decide to make surgical extraction. So surgical extraction of the roots. There are various surgical techniques for removal of roots. These include, أول شيء, removal of part of buccal bone for luxation of the root buccally. هاي طريقة. طريقة الثانية, the opening of window on the buccal bone for removal of the root through the socket or through a window itself. نفتح شباك بالعظمة حتى نبتش للروت. Creation of a groove, creation of a groove on the surface of the root. نسوي groove بالروت نفسه. To be used as a purchase point for positioning the elevator after removal of small amount of bone. يعني تخليه في نقطة مرتكز للإليفيتر حتى ينبتش هذا الروت الموجود. Or الطريقة الرابعة, creation of a groove between the root and bone which allows positioning of the elevator. أو تسوي مثل القناة, حفرة نقرة ما بين الروت والبون حتى تخلي فد مكان مرتكز للإليفيتر نقدر نطلع الروت. وهاي كيف تكون هاي الطرق. A. Root extraction after removal of part of buccal bone. اللي هاي تشبه البروسيجرات اللي تكلمناها بالسابق. When a tooth is a single rooted and the level of root is below the margin of the alveolar bone, أخذت X-ray وشفت الروت, هذا هنا المارجن of alveolar bone وهذا الروت هنا جوا صاير خاتل جوا بالسوكت. An L-shaped incision or flap, مو مهم إنه تسويها L-shape or not, المهم تفتح flap. The flap is reflected مثل ما بالصورة. A large part of bone is removed. شوف هنا شكد أخذنا. A large part of bone is removed from the buccal cortical plate using a round bear. بير وتحفر بهذا المكان. المهم تسوي exposure for the whole length of the root. الفكرة بهاي البروسيجر إنه تسوي exposure for the whole length of the root إلى أن توصل إلى you attach or you touch the root, then the root is luxated. تستعمل جيب في straight elevator وتسوي luxation للروت بينه وبين البون, and you will make mobilization of the root using rotational movement. حتى إذا تقدر تحس الفورسب الفاين بيك أو السمول بيك فورسب توصل للروت تب وصلها ما عندنا مشكلة. And then you make luxation and removal of the root. طلع الروت من هذا الحفرة سويتها الحفرة نعم سويتها بالسوكت بالدنتال سوكت. Then the flap is repositioned. ترجع الفلاب مرة ثانية وتسوي كذا تخيطها. هذا إذا كان single rooted. And when the tooth has two roots, the roots are below the level of the margin, the of the alveolar process without being separated, the extraction will be performed as follows. بالصورة بالهاي الحالة كان single rooted, لكن إذا كان multi rooted tooth تسوي هم تشوفه طاموس بالدنتال سوكت تأخذ X-ray شوف هذا الالفيولار كريست والروتات مالتك هنا صايرة. A flap is created, طبعا of course تفتح flap بهالمكان هذا. And one or two tooth at most beyond the root must be removed. The buccal part of the bone is removed. نفس الخطوات نشتغل على buccal part of the cortical bone using a round bear إلى أن نصل إلى bifurcation area is exposed. The roots are then sectioned using either fissure bear or أحيانا إذا تحس السن is curious ممكن
تضغط بالبايفوركيشن اريا بواسطه ستريت اليفيتر، تحسه طق انطق صار سيبريشن بين ذا تو رودز، وتبدي ترفع الروتات مالتك السيبريتد روت. ذا سوكيت از ذن تتنظف تنغسل اند سوتشرد. هاي مال احيانا يعني لا تشوفوها صعبه، هذا التو روتس اللي موجوده بالسوكيت احيانا عمليه رفعها ما تستغرق اكثر من 10 دقائق. This technique، هاي الفقرتين اللي تكلمناها، one there is يعني embedded single rooted or multi rooted tooth. This technique is indicated for removal of roots immediately after their fracture. يعني انت هاي وايد تصير بالعيادة، ده تقلع طق انكسر طلع الكراون عندك بالفورسب وهذا الروتات ظلت مدفونة جوا، فلازم انت يو كرييت فلاب وتوصل الهدف توصل بايفوركيشن اريا سيبريشن اوف ذا تو روتس اند ذن يو ريموف ذم سيبريتلي. الحاله الاخرى هي احنا ذكرنا بالفقره الماضيه انه يو ويل ريموف بون، نظل نقص بالبون للبايفوركيشن اريا، وحتى اذا شويه نعبر على البايفوركيشن اريا ونسوي separation بالتو روتس أو نسوي complete exposure للsingle root التوث ولاكسيشن ونرفعه. أحياناً أنا ما أريد أخذ بون هواية، وبالذات مثلاً في أماكن aesthetic area بها تجميلية ما أريد أشيل هواية بون وأسوي له فتح خسفة للمراجع بالألفيولار رج. شو أسوي؟ making flap. The flap is reflected and a small window is created using a bear near the apex. يعني اخذ اكس راي واسوي فد استيميشن وين الابيكس صاير، فاجيب البير مالتي وافتح شباك مثل ما هنا واضح بهاي الصوره. Clear vision، اشوف الابيكس اوف ذا روت. The window is then enlarged enough and the root is exposed to allow its displacement from the socket using a narrow angled elevator. بعدين اجيب elevator مثل ما واضح بهاي الصورة او هاي الصورة ايضا واضحة، واسوي مثل dislodgement deattachment، الحلحة للروت، احاول احس نفسي انه قمت اسوي له فت سيبريشن فروم ذا سراوندينج بون، وما اشوف الا بهاي شلون يطلع السن ابتشه بالاليفيتر يطلع من السوكت، وراها اسوي ريبوزيشننج اوف ذا فلاب اند سوتشرينج. هاي كيس اخرى، مثلا يجي لك مراجع ورا قالع سن وبقى الروت، والطبيب ما قبل معجبه لسبب ما، ما طلع هذا الريتيند روت، فاجالك ورا فد سنه، شو تسوي انت؟ اخذت اكس راي، شفت هذا الريمينينج روت موجود بالبون. يو ويل ميك هاي يسموها سيماي لونار فلاب، هلاليه الشكل مثل الهلال مال قمر. You expose the flap. طلعت سوت exposure للبون creating window using a round surgical bear and then you will luxate the root using a narrow straight elevator. هذا يا نوع elevator، هذا نسميه apexo elevator. المهم تسوي luxation or separation or detachment of the root from the surrounding bone. The root piece is removed and the flap is repositioned and sutured. طبعا اكيد انتم هسه حتسالون سؤال، يا هو الافضل؟ الافضل هذا تقديرك للحاله، كبر الروت، ايش قد تحس اكو دنس بون،
ايش قد تحس انه الالفيولار ريدج از هاي، كل ما تكون كبيره الالفيولار ريدج عن يعني تحس اكو فد هايت بالالفيولار ريدج تعطي لك صلاحيه بنوعيه الفلاب اللي تسويها. الحاله الثالثه لما يصير عندي ريتيند روت or remaining root and I have to remove it surgically. Creation of a groove on the surface of the root after removal of small amount of buccal bone. يعني احنا كنا اول شيء نفتح فلاب ونطير من البون الى نسوي complete exposure للروت ونسوي relaxation. الطريقة الثانية نسوي window. الطريقة الثالثة الان الهدف اريد اسوي groove بالروت itself. This technique is used for roots beneath the margin of alveolar process. ودائما would believe the margin or beneath the margin of alveolar process. The flap is reflected and small amount of buccal cortical bone is removed until شنو part of the root is exposed. سويت فلاب والهدف مالتي اريد اطلع جزء من الروت مو كله، ما اريد اشيل من البون هوايه، اريد اطلع جزء من الروت. A groove is then created on its surface. A groove when created the surface of the root itself which serve as a purchase point for positioning of the blade of the double angled elevator. الهدف انه يكون نقطة مرتكز بحيث اقدر استند عليها when I apply the elevator on it. And to luxate the root outward of the socket with appropriate movement. This technique is used primarily in the mandible where the buccal bone which is لان buccal bone يكون thick and هواية حالات تجينا يكون so thick buccal cortical bone. So in this case حيكون فد مرتكز، يكون فد محور إنه الالفيولار بون plus the groove in the root. وبتشا out of the socket الروت ما أشوف إلا الروت يطلع إن شاء الله، وبالذات من يكون single root tooth. الحالة الرابعة هي creation of a groove between the root itself والبون which allows positioning of the elevator. This technique is used for roots in the posterior mandibular teeth where the buccal bone is thick because of presence of external oblique ridge. It's dense. هذا buccal cortical bone is dense and hard. After reflection of flap in these cases, a groove is created using a round surgical bear between the buccal bone and the root. بالحالة السابقة سوينا groove بالroot نفسه. الآن حنسوي groove ما بين الroot وما بين البون. Which makes enough room to allow for the positioning of the elevator. أظل أحفر بالبون وأسوي جروف إلى أن أحس إنه الإليفيتر يفوت بهذا المكان مرتاح. The blade of the T-shaped elevator, T-shaped elevator اللي أخذناه بالمحاضرة الأولى أو straight elevator, apexo elevator, cryo elevator, anyhow أي أداة أنت تحس نفسك مسيطر علي بيها وتقدر تقل على السن. Is then هذا الإليفيتر is then seated in the groove which luxates the root upward using the external oblique ridge as a fulcrum. انت الهدف من هذا الجروف انه تستند على البون، البون هو يكون مسند لك وتسلط قوتك عليه حتى تقدر تبتش للروت out of the socket. هذا هي كان اخر ما بمحاضرتنا اليوم. أتمنى تكون واضحة، وأي سؤال أو تعليق أنا حاضر، وإن شاء الله هاليوم حنسوي مثل الكويز، حبعث لكم الأسئلة بعدين والإجابة تكون كما هو معروف
تكون الإجابة على الخاص على التليجرام. شكرا جزيلا وبارك الله بكم.